طيب انا بعمل الكسكسي دلوقتي. كسكسي حطيت اللحمه على النار يا رامي، شوحتها، خدت الصدمه الناريه. عارف الصدمه الناريه يعني ايه؟ يعني بعمل عمليه احتباس للسائل بتاع اللحمه او الجوسي او البيون بالزبط. او الطعم بتاعها علشان ما يبقى جوه حته اللحمه تبقى طريه ملبسه كده. وحطيت قرع عسلي وبتنجان اهوت وبصل معانا، واخد بال حضرتك، والقرن الفلفل الحلو ده كده، ومعانا بطاطس كمان، وكل ده يستوي مع بعض. هو القرن الفلفل ده برضو بيبقى طبعا مفهوم. ده الحاجه السبايسي فعلا بتبقى مختلفه شويه. فكره ان في بعض الناس بتحب ان الاكل يبقى سبايسي شويه، زي شمال افريقيا اغلبهم كده برضو. يعني حتى الكسكسي يبقى موجود عندهم بشكل ان هو حادق بشكل كبير. فده فعلا. طيب في مره اتعزمت من العزومات الحلوه اللي بتتعزمها ولقيت الاكل مش على هواك، فيعني ايه جملت، بس يعني بقى ايه جواك حابس، يعني عايز بقدر الامكان العزومه تخلص علشان اكل، ايه الموقف اللي حصل؟ هو شويه ممكن في العزومات، بس هي فكره ان ممكن يعملوا الاكل اللي هو زي ماما كانت بتتكلم، الحاجات اللي هي الصريحه، يعني انا اللحوم ما تدهنيش صريحه، ما اخدهاش. طبعا مش هتلاقي الكلام ده طبعا ماما يعني بس والدتك تبقى ممكن غير مباشره، شاورما، كفتة، الحاجات دي ممكن بشكل غير مباشر. لكن الاكلات المباشره بقى، اللحوم المباشره دي ممكن اقعد اضطر بعمل ايه، اكل سلطات. حلو. يعني هجامل، ما مش هينفع اقول لهم يعني انا مش عاجبني ده او حاجه، خلاص يعني ارجع للحاجه الامنه، السلطه. بالظبط كده، السلطات ممكن، لا لو في بطاطس، في حاجات كده ممكن، حاجات النباتي بقى اللي تحتي بقى دي ممكن. لكن انا في برنامج من البرامج كان برنامج لغه المساجد، فكنا بنلف فيه نحكي قصص المساجد التاريخيه في مصر كلها. لسه بص هقول لك على حاجه، لغه المساجد وفوارس الاسلام ده حديث مطول مع بعض. في اكلات بقى في كل محافظه. يعني احنا بس هنوري للساده المشاهدين مقادير الكسكسي على الشاشه، شفناها تقدري تشكيله الخضار اللي انت حباها مع لحمه وفراخ. اتفضل يا استاذ رامي، قول لي بقى لغه المساجد، يعني ايه لغه المساجد؟ لغه المساجد ده انا كنت بعمل حاجه ان المسجد فيه كل بيتكلم تاريخ، بيتكلم عماره، في فنون العماره موجوده جوه، بتحكي قصه، في حضاره، في دين كمان، رساله دينيه، المساجد التاريخيه بالذات. لكن اللي كان شاغلني فيما يخص المطبخ ان انا كنت بلف محافظات مصر، في كل محافظه مساجد اثريه وتاريخيه موجوده. طبعا. فكل ما اروح لازم كل مسجد له حكايه. حلو. ولازم اطلع باكله من المحافظه دي. يعني لازم يعني حتى كرو العمل كله لازم ان احنا بناكل في المحافظه يعني دي. مش بس نتعزم، ان احنا بنشتري كمان اكلات فيها الطابع بتاع المحافظه دي. حلو. يعني اخر مره كنا بنصور مثلا مره في اسكندريه وفي دمياط، كان مسجد البحر، كان من المساجد القليله، هو مسجد المرسى ابو العباس. حلو. من المساجد الاندلسيه اللي موجوده في مصر. حلو. فيها الطابع والطراز الاندلسي بقى الاسباني. واحنا موجودين هناك ما ينفعش نمشي من غير الاكلات البحريه طبعا، والاسماك، ودمياط بقى بشكل خاص الحلويات، يا نهار ابيض، والبط الدمياطي بالذات والمشبك والحاجات دي. ولازم نروح نشتري، محلات كبيره هناك معروفه، فلازم نشتري ولازم ندوق. وبعدين هم هناك بقى يعني عباقره، ممكن تلاقي شارع في 50 محل حلويات بس هم بينافسوا بعض بشكل خطير. حلو. فاخش اشوف بقى الحلويات اللي عندهم، بما اننا بنتكلم عن البسبوسه النهارده كمان. فتلاقي الدمايطه شاطرين جدا فيها. هم الدمايطه شاطرين في كل حاجه. عباقره. ده علموا العالم الاساس المنزلي والثقافه. مدينه الاساس هناك عظيمه. ثقافه الموبيليا طيب. جدا. حبيبي. طيب ايه رايك يا عم رامي طلعنا فاصل؟ فارس من فوارس القناه الاولى طلعنا فاصل بقى. حلو جدا. هنطلع فاصل ونرجع تاني، لينا سر الخلطة مع الشيف مغازي، وكمان أسرار حول حكايات الوجبات. النهاردة بنتكلم عن الكسكسي، وكمان البسبوسة، وكمان السلطة المهمة جدا اللي أنا متشوق إن أنا أشوفها، سلطة الفلفل. خلينا نروح للفاصل ونرجع نشوف سر الخلطة مع الشيف مغازي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معايا ضيفي المتألق، المذيع الإعلامي وفارس من فوارس القناة الأولى، وبيقدم لنا برنامج جميل جدا فوارس الإسلام، الأستاذ رامي محمد. حبيبي يا شيف، ربنا يخليك. أستاذ رامي ازيك؟ ازيك يا شيف. من علامات أكلة أم دايما تلاقيها محتفظة بشاشة للكسكسي. بالظبط بالظبط. وقماشة للملوخية. والله. دي حقيقة. وشاشة للجبنة القريش، حاجات كده أمهاتنا يعني واخد بالك اللي هي لونها أبيض وبتبقى كبيرة كده. حاجات لطيفة كده. ودي معمولة لكذا ودي معمولة. فأنا بحاول أقلد يعني، دي بتاعت الكسكسي. اللي انا بحطها في المصفى هنا علشان تعمل عمليه احتباس للبخار. البخار صحيح. لان يعني الكسكسي لازم يستوي على بخار المرج اللي هو ايه؟ لحم العلوش والخضار اللي معايا ده. لحم العلوش يعني لحم الضاني يعني. احنا هنتكلم بقى ايه عشان الناس حبايبنا اللي بيشوفونا في الجزائر وتونس يعرفوا ان احنا ايه؟ حلو الكلام. نخليها كده ونخليها حلو الكلام. حلو الكلام. تقدر تساعدني في ايه بقى؟
ممكن حلو جدا. انا عايز اساعد. انت عايز تقعد؟ لا 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 ساعد طبعا. انا خليك تعمل بسبوسه النهارده. بسبوسه؟ يا نهار ابيض. انا كنت عايز اعمل شوكولاته دلوقتي. ماما بص هتقول لك ايه. بس انا هنا معجب بالالوان حبيبي. لان انا بشوف ان مثلا من كل ما بتابع البرنامج اكله امي بشوف اكتر حاجه فيه بتعجبني فكره الالوان وطريقه عرض حضرتك البرزنتيشن بتبقى مختلفه جدا للاكلات. البرزنتيشن مهم. وانا كمان يعني بحس ان عيني بتاكل قبل بقي وقبل معدتي فبستطعم الاكل بعيني حبيب. انا بشوف الوان مختلفه وسلطات وحاجات ببقى مبسوط اكتر فببقى مقبل على وكمان مستمتع بالاكل. حبيبي يا رام بص انا يلا طبعا انت ما عملتش البسبوسه قبل كده فانا مش هقول لك اعملها بختبرك ولا حاجه انا عايزك تساعدني بس واحببك في المطبخ بما انك انت داخل انا بدات احب المطبخ تبقى ان شاء الله تتجوز فالمدام او العروسه اللي هتشوفك دلوقتي تضمن طب. ان انت هتساعدها في يوم من الايام. حلو جدا. ايوه المضرب اهو على كل حاجه ماشي هتخلط لي المقادير اللي هقول لك عليها. يلا بينا. وعايز اشوف مسكتك للمضرب الحلو ده كده. يلا بينا. اتفضل. ايوه يا شيخ. واحنا بقى بنعمل البسبوسه مع بعض. اوكي تمام. سؤال دايما بساله لكل مشاهدينا. رمضان في مصر حاجة تانية. حاجة تانية فعلا. والسر في التفاصيل. طبعا تفاصيل كتيرة بقى الابتهالات والتواشيح والاحتفالات في الشارع في الحارة بالليل. بالنسبة للأستاذ رمضان الأستاذ رامي بقى قول لي رمضان بالنسبة لك ايه؟ أنا رمضان بالنسبة لي بقى في مصر بيبقى في الطابع المصري بتاعنا احنا حلو. أنا بقوله فعلا مختلف عن أي مكان تاني ويمكن كمان عشان أنا بحب جدا للتاريخ والجوانب دي فبشوف إن من الحاجات اللي بتميز مصر عن أي دولة أخرى زينة رمضان ده في البداية حتى طبعا. وأنا في لو عندي كام سنة بشارك في الزينة بتاعت رمضان دي من قبل رمضان بتيجي دي بتدخل البهجة علينا وعلى البيت وعلى الأسرة بتتورث يا أستاذ رامي للأجيال والأولاد في أسرة رمضان في البيت ده أساسي المطبخ طبعا لا غنى عنه ان انا فيه الام دور كبير في الموضوع ده جدا تعلم بنتها وابنها رمضان كريم يعني فانوس يعني زينه الحاجات دي كلها فعلا وكمان يعني في طقوس بقى طبعا بتاعتنا احنا شويه ان قراءه القران طبعا ده شيء اساسي قبل المغرب التراويح طبعا ده من اجمل الحاجات اللي انا بستمتع بيها في رمضان ان هي صلاه التراويح وكمان بقى الانشاد والحاله الرمضانيه دي بتبقى في مصر بتبقى مختلفه عن اي دوله تانية فعلا بمعنى الكلمه طبعا. وانا ببقى عايش حاله يعني روحانيه كده جميله البيت كله بنبقى في حاله مختلفه شويه مع كمان ان ماما كمان بتبقى على مدار اليوم الاكلات ما بتتوقفش يعني احنا مش بس كمان الفطار بعد الفطار كمان الحلو بتاع ماما سواء بقى البسبوسه او كمان بقى بتعمل لنا عصاير مختلفه يعني لو رحنا بقى كمان في قمر الدين ده استاذه في قمر الدين ماما جدا أيوة. فانا اروح لقمر الدين اروح بقى بتشرب بتحط لك عليه السكر ولا من غير سكر والزبيب بقى وجوز الهند والحاجات دي حبيب. فلا لا ده حاله تانية خالص سحر تاني خالص قمر الدين بحس ان هو يعني رمضان خلاص رمضان جه انت لو قعدت تتكلم عن اكل الوالده من هنا للسنين اللي جايه مش هيخلص حلاوه مش هيخلص فعلا شفت انا الكسكسي اتعملت معاه ازاي دي الطريقه السريعه اوكي حطيت سمنه وحطيت شويه ميه حلو جدا ممكن هتحتاج هتحتاج تاني مني هنحط دول كمان حط دول ايوه اوكي قلبهم كلهم لو احنا احتاجنا نحط شويه حليب مفيش مشكله قلبها جامد حلو جدا حلو أيوة. ده الكسكسي خلاص اتحضر الكسكسي ده خد اهوت الشوربه تمام خد السمن البلدي اهو واغطيه كده بس انا عايز بركز معاه شويه الكسكسي نغرفه مع بعض يلا بينا ايه رايك؟ عشان لنا بقى ايه طلب منك كده خدت بالك الله الله على الحلاوه الله ما الروايح كلها طالعه اهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شاشه يا الله انا اول ما كنت اشوف الحاجه رحمه الله عليها تجيب الشاشه ديت اعرف على طول انها تعمل كسكسي انا عندي جدتي كانت كده هي كانت شاشه بيضة كده ايوه واول ما تطلع اقول بس كده خلاص احنا هناكل هي بس دي مش بيضة بقى انا واخد بالك انا جايب فوطه كده حلوه بس هما كان هل ده في اختلاف ولا عادي اي فوطه لا هي لازم تكون بيضة فعلا يعني انا جدتي كانت لازم تبقى بيضة وبتاعه الملوخيه برضو تلاقيها بيضه كده وحاجه حلوه شفت شفت الكسكسي حلوين ازاي الله 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 سمنه بلدي ريحته طالعه ريحه السمنه ايوه هنحطه هنا كده شايف الصوت الحلو ده الصوت اللي جوع ده صوت الايه الكسكسي على النار نشيل المصفه دي مش عايزها بقى الله 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 مخرجنا الجميل الله 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 لو بتحبني جيب لي التفاصيل اللي جوه الحله الله اوبا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام بص على الحلاوه والشقاوه اهو التفاصيل اهو
لحم، برتقان، بتنجان، كوسة، قرع عسلي يا ويلي. جزر لو ما عندكيش قرع عسل حطي. طبعا مش عايزين نحط الخضار كله على الكسكسي. واحنا هنا كمان البرتقال نقدم طبق جانبي كده. دبس البرتقال ممكن يبقى غني عنه، يعني ممكن يبقى مكانه او البرتقال نفسه. دبس البرتقال، دبس البرتقال حلوه دي. لا يعني هو البرتقال بيبان شخصيته في الكسكسي. بيغنيك انك تحط زعفران. الله. شفت اللون الحلو ده كده؟ اللحم مستوي ازاي؟ الله. لحم العلوش. هي الروايح طالعة عاملة كل ما تحط البغرفة تطلع بركة. بركة بركة. شفت اللحمة؟ شفت البتنجان؟ الله. شفت القرع العسلي؟ الله. شفت الله. البرتقال؟ الله. هي الألوان بقى دلوقتي اكتملت قدامي كده. الله الله عليك. هو ده هو ده. ألف هنا وشفا للياقة. تسلم ايديك يا شيف. عنوان الكسكسي شوية ايه بقى؟ كزبرة خضراء أو كرفس. كده. وهنا كده برضه. ممكن بقى لو هعمل الكسكسي الحلو يبقى من غير بقى اللحوم ومن غير طبعا الشوربه. الكسكسي الحلو يا حبيب قلبي رامي ده سمنه وشويه حليب مغليين بتقلبهم بالزبط. عليه مع سكر وسكر. تحط قرفه بقى عايز بالظبط. زي ما تحب. نطلع اللحمه كده عشان يبان كرمنا لضيوفنا. الله الله. دي عكسي انا شويه اللحمه. دي دي لحمه صريحه بقى اهي. دي لحمه. انت ما بتحبهاش انت. الحاجه قالت انك بتحب اللحمه. لا بس حلو. الالوان بقى والشكل حلو.